التغير المناخي الخطر الداهم الذي يواجه كوكب الأرض وسكانها. دق ناقوس الخطر وباتت الدول الصناعية الكبرى هي المهددة الأكبر للبيئة، وتسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري، وارتفعت درجة حرارة الكوكب إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما انعكس سلباً على حياة الملايين من البشر حول العالم وتأثرهم المباشر بالفيضانات وحرائق الغابات وتجريف التربة والزحف الصحراوي والجفاف وانقراض بعض الأنواع النباتية والحيوانية. أدى كل ذلك إلى ندرة في الغذاء ونضوب في الماء. اضطر العالم إلى البحث عن الحلول لمشكلة التغير المناخي، فانعقدت المؤتمرات والندوات المختلفة، وكان السعي لخفض درجة حرارة الكوكب، وذلك من خلال تقليل الانبعاثات الحرارية وزراعة الغابات والأحزمة الشجرية. تعتبر الأحزمة الشجرية الخضراء والغابات من أهم الأساليب العلمية في الحفاظ على بيئة المدن التي تقع على مشارف الصحراء، ومن فوائدها إيقاف الزحف الصحراوي وتثبيت التربة الرملية، بالإضافة إلى تلطيف المناخ. الأحزمة الشجرية بدأت برضو مصلحة الغابات في زراعة الأحزمة الشجرية حول المدن. فمنذ طبعا كان هناك تقرير اسمه تقرير صيانة التربة عام 1944، وهذا التقرير طبعا أشر إلى أن هناك في مؤشرات بتاع التصحر في السودان. منذ ذلك التاريخ تنبأت مصلحة الغابات بالخطر بتاع التصحر وعمل على زراعة الأحزمة حول المدن. ولاية الخرطوم عاصمة السودان وقلبه النابض، العاصمة المثلثة تتكون من مدن الخرطوم وأم درمان وبحري، وتقع في دائرة المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي، ويتراوح معدل الأمطار ما بين 139 إلى 159 مليمتر في العام، وترتفع درجات الحرارة في الصيف لأكثر من 40 درجة مئوية، وتنخفض شتاءً لأقل من 11 درجة مئوية مع حركة الرياح المثيرة للغبار في فصلي الشتاء والخريف، مما يجعل العاصمة الخرطوم وعدد سكانها البالغ 8 ملايين نسمة عرضة للغبار العالق لما يقارب 6 أشهر سنويا. في إطار هذا المشروع جعلنا الحزام الشجري واحد من عناصر قوتنا، واحد من عناصر خطتنا الرئيسية أن يكون الحزام الأخضر حول ولادة الخرطوم كنموذج للأحزمة الشجرية وامتداد الحزام الأفريقي العظيم أو الحائط الأخضر العظيم الذي يمتد في 7 من الدول الأفريقية. أود أيضا أن أشير إلى أن مشروع الحزام الشجري ومشروع المسطحات الخضراء ومشروع التنوع الحي في غابات الحيوان هي لها أولوية قصوى في برنامجنا العام 2016. إضافة لذلك هناك أولوية إلى برنامج تدوير النفايات أو الإدارة المتكاملة للنفايات، باعتبار أن نحقق واحد من أهدافنا أن نجعل السودان والعاصمة نظيفة وخضراء وجميلة. بالحزام الشجري، بالمسطحات الخضراء، بالغابات الحضرية، بالغابات الريفية، بمداخل المدن وغابات الطرق الرئيسية وتشجير الطرق الرئيسية، بنجعل من العاصمة كنموذج نموذج أخضر نحقق به هدفينا، نحقق التخفيف في انبعاثات السامة انبعاثات الكربون، ونحقق التكيف بتنمية الريف والشامل أكثر من 40 قرية امتد طول الحزام الشجري. يمر الحزام الشجري حول ولاية الخرطوم بمحليات أم بدة وشرق النيل ومحلية بحري، وهو يأخذ شكل المضلع ويقع في مساحة 285 كيلومتر طولي وبعرض 200 متر
أي ما يعادل 13,571 فدانة، حيث يمر الحزام الشجري حول ولاية الخرطوم في 28 معبراً. أصبحت هنالك ضرورة كبيرة جداً في عمل حزام أخضر بمدينة الخرطوم. هنالك زحف سكاني من أنحاء السودان المختلفة نحو الخرطوم. هنالك حركة دائبة في مدن الخرطوم الثلاثة. التركيبة السكانية لمدينة الخرطوم هي واحدة الأسباب الأساسية التي تستدعي أن يكون هنالك حزام أخضر لمدينة الخرطوم. لا شك أنه وجود حزام أخضر في مدينة مثل الخرطوم مكتظة بالسيارات والمصانع، كل أنواع الملوثات الصناعية والحضرية، سيكون له أثر كبير في امتصاص الغازات السامة ورفض الجو بكثير من الأكسجين اللي تحتاج له المدينة. وترطيب الجو هو عامل مهم جدا كذلك في وجود الحزام. في السبعينات رصدت الهيئة القومية للإرصاد درجات الحرارة أثناء الصيف في شارع النيل وقارنتها بدرجات الحرارة في شارع الصحافة، فتمت هذه العملية خلال 3 أشهر في أشهر الصيف، وتوجدت درجات الحرارة تختلف بين 3 إلى 5 درجات بين شارع النيل وبين مدينة الصحافة. تتكون التركيبة النباتية للحزام الشجري حول ولاية الخرطوم من 3 أجزاء. يتكون الجزء الأول من خط دفاعي فيه 10 صفوف من الأشجار الشوكية مثل التمر الهندي والسيال والسدر وغيرها، ويتكون الجزء الثاني من الحزام الشجري من 20 صفاً من الأشجار بارتفاع يتراوح من 10 أمتار وحتى 15 متراً، وذلك مثل أشجار الطلح والنيم وبعض الأشجار المثمرة مثل الموالح والمانجو. أما الجزء الثالث فيتكون من 10 صفوف من الأشجار وبارتفاع يتراوح من 10 إلى أكثر من 15 متراً مثل أشجار البان والدوم، حيث يتم سقاية الحزام الشجري من خلال حفر الآبار والاستفادة من مياه الصرف الصحي في محلية شرق النيل. أهداف الحزام هي التصدي للتغيرات المناخية، وذلك بامتصاص الكربون، منع الجفاف والتصحر والزحف الصحراوي، حفظ التوازن البيئي، تخفيض درجات الحرارة وتلطيف الجو، المحافظة على الأمن الغذائي، بالإضافة لأنه الحزام حيوفر خدمات أساسية للمناطق التي بمر بها الحزام، مثلا زي الكهرباء، التعليم، الصحة. برضو من الأهداف الثانوية للحزام الشجري، والحزام الشجري حيكون منطقة لإجراء تجارب لطلبة الجامعات إذا كان طلاب الغابات أو طلاب نس الزراعة. يجيء مشروع الحزام الشجري الأخضر حول ولاية الخرطوم كأحد أهم مشاريع التنمية المستدامة التي يطلع بها المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم، وذلك من خلال اهتمامه بتنمية المجتمعات المحلية. الآن نحن نقدم عمل كبير جدا لصالح القرى وتنمية القرى حول العاصمة، وهي أكثر من 40 قرية حتستفيد من الحزام الشجري، حتستفيد منه في إنتاج البايوغاز، حتستفيد منه في المناحل، حتستفيد منه في البستنة وزراعة الفواكه والأشجار المثمرة، حتستفيد منه القرى وأهلنا في القرى في إقامة المشاتل وكيفية زراعة المشاتل، حتستفيد منه القرى في الاستزراع السمكي، حتستفيد منه القرى في تربية الحيوانات والمواشي. إضافة لذلك واحدة من مشاريعنا الأساسية نحن نطرحها متزامن مع الحزام الشجري هو مشاريع التنوع الإحيائي، أي حدائق الحيوان في 2 من مدننا الكبيرة. أضف لذلك إحنا واحدة من مشاريعنا الكبيرة أيضا نطرحها هي ثالث المشروعات مع الزراعة والمسطحات الخضراء والتنوع الحيوي. الآن نحن نضيف قضية تدوير النفايات وقضية الإدارة العامة للنظافة للنفايات، ونفتكر طرحنا كثير من المشروعات
منها محطات الوسيطة، منها تدوير النفايات والمعادن الرئيسية، حتى يكون تتحول النفايات إلى قيمة مضافة في المساهمة حقتنا في الاقتصاد الكلي في ولاية الخرطوم وفي السودان أجمع بإذن الله سبحانه وتعالى.